إذن للحديث عن الصراع السياسي في العراق ولجوء الصدر إلى حشد أنصاره تزامنا مع سلسلة تسريبات صوتية لنوري المالكي، معنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله سلمان. مرحبا بكم أستاذ عبد الله. إذن كيف تقرأ قرار صدر حشد أنصاره؟ هل الصراع السياسي أمام مرحلة جديدة من استعراض القوى؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. حقيقة الحشد الذي دعا إليه الصدر بشعارات حقيقة يدعيها أنها جمعة موحدة، بمعنى أن توحد كل المذاهب والمطائف، هو جعل كل الموجودين في بودقة التيار الصدري. لم يتحرك قبل ذلك لتلافي بعض ما يجب أن يتفق عليه مع المختلفين معه فكريا أو مذهبيا لجمعهم إلى صلاة موحدة. هذا جانب. والجانب الآخر، الخطيب الذي خطب بالناس حقيقة يعني أوهم الشارع على أن الحضور لأول مرة يدخلون الإسلام. هذه مشكلة يعني كبيرة صارت، عندما يقرأ سورة النصر يقول إذا جاء نصر الله الفتح، ويقف في الآية الثانية ويؤشر بيديه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كأنه الناس اللي جاءت إلى صلاة أول مرة يدخلون الإسلام. هذه مشكلة كبيرة عند التيار يعني الصدري، إسقاط هذه الآية على الحدث. نعم تقصد. بالتأكيد هذا الإسقاط، وهذا جعل التيار الصدري هو المتمكن عقائديا من أبناء الشعب العراقي. هذا أمر حقيقة غير موفق به بهذه الصلاة نهائيا وهذا الحشد. أما التنافس وعملية الصراع ما فيما بينهم هو مع أطراف الإطار التنسيقي، وأراد يقول للإطار أن أنتم تمتلكون القوة والسلاح، وطردتم من الجنوب والجماهير ثارت عليكم في تشرين، ولم يبقى لكم جماهير. أما أنا، يعني يقصد هو التيار، يعني التيار الصدري والصدر نفسه، لأنه أنا أمتلك السلاح، بدليل أنه ترك القوى الأمنية للتابعة سرايا سلام أن تقوم بتأمين هذا الحشد المليوني، بمعنى أنه نحن نمتلك القوة الكافية لتأمين هذا الحشد بما لدينا من قوة وسلاح واستخبارات وعدد يكفي لتأمين كذا. هذا وأيضا مضاف إليه عندنا هذا الشارع إلينا. هذه هي النوع الجديد من المناكفات، أو سموها الصراع السياسي فيما بينهم. نأتي الآن إلى تسريبات عبد الله، التسريبات الصوتية التي نسبت إلى المالكي، إلى أي مدى ترى أنها تعكس هذه الأمور المتأزمة والتي قد وصلت ربما إلى طريق مسدود بين التيار المالكي وتيار الصدر؟ ما موجود في التسريبات هو معروف في العراق لدى القاصي والداني المتابع للسياسي والإنسان البسيط. كل هذا موجود، والصدر يعرف ماذا يكمن في صدر المالكي ضده، والمالكي يعرف. ولكن ماذا توقيت نشر هذه التسريبات، التوقيت مقصود هو إلهاء الشعب العراقي وتذكير الشعب العراقي على أننا لازلنا نفكر بتشكيل حكومة، لأنه العراقيين من 8 أشهر غير مبالين بتشكيل الحكومة، ولم يعد بوارد الذهن العراقي أن يناقش لماذا لا تشكلون الحكومة، لأنه عارف إذا شكلت الحكومة بالتيار أو بالإطار أو بغيره لا تعود بالمنفعة إليه. فلذلك هي عملية تذكير الناس أنه إحنا لازال موجودين، ولازال عملية تشكيل الحكومة في صراع فيما بيننا. هل من المتوقع أن يتطور هذا الصدام بين التيارين، أعني المالكي والصدر، إلى صدام مسلح، لا سيما بعد يعني تصريح الصدر علنا برفضه المالكي، ورفض ووصف هذه الميليشيات بالمنفلتة ويجب حلها؟ يعني هي وصف الميليشيات المنفلتة يعني وصف حقيقة يعني طوباوي وغير صحيح، لأنه هو يعرف كلها مسجلة بالحشد، كلها تأخذ رواتب من السلطة. فأين هي المنفلتة؟ المنفلتة هي التي منفلتة على الشعب العراقي فقط، وليس منفلتة على هل هم اصطدموا مع
مع سرايا السلام لم يصطدموا مع سرايا السلام، هم اصطدموا مع الشعب العراقي، وسرايا السلام تصطدم مع الشعب العراقي. فالانفلات هو يعني عبارات مستهلكة فيما بينهم. أما عملية الصراع فيما بينهم هذا إلى حد القتال هذا تقرره إيران، هم لا يستطيعون أي طرف من هذه الأطراف حتى يعني سرايا السلام ولا الميليشيات الباقية، هذه تحددها إيران عملية القتال فيما بينهم، وإيران الآن لا ترى في ذلك ضرورة. حتى هناك تناقض للسيد الصدر يعني بقوله أنه هناك خطر لهذه الميليشيات وصفها منفلتة، وكما تفضلتم هو لديه قوى مسلحة أو ميليشيات ضمن ميليشياته المعروفة. يعني المشكلة يعني الحقيقة المتابع السياسي يعني عليه أن يعرف أنه تشكيل الجيش المهدي بداية وبعدين سماه سرايا السلام، نعم، وشكل على أساس عقائدي، لم يشكل على أساس سياسي، شكل على أساس عقائدي، وهذا لا يمكن أن يحله إلا بتخريجه أو بإيجاد مدخل شرعي في إطار فهمه هو لعقيدة تشكيل جيش المهدي. هذه الإشكالية كبيرة، لا يمكن هو أن يحل اليوم فجأة يجي يأتي ويحل جيش المهدي أو سرايا السلام. أو أيضا في المقابل أيضا لما أسست الميليشيات أيضا أسست بطريقة عقائدية، كيف هو المدخل يعني المدخل لإيجاد حل شرعي لهذه المشكلة؟ فإذا المسألة ليست مسألة حل، لا يمكن أن يحل جيش المهدي إلا أو سرايا السلام بالحقيقة لا يمكن أن يحلها الصدر إلا إذا وجد المدخل الشرعي وكانت له إرادة وطنية حقيقية في حل هذا الجيش. نعم، إذن من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله السلمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.